اهلا بكم مره اخرى. حوارنا ما زال مستمرا مع الرياده في عالم المسالك البوليه ومجموعه الفارابي. طبعا بالتاكيد اكرر شكري لوجوده معنا الرائد القدير استاذنا الاستاذ دكتور حسن شاكر، منورنا دائما يا دكتورنا. شكرا جدا. وينضم لينا الاستاذ دكتور هيثم ناصر، استاذ مساعد الاشعه التداخليه والتشخيصيه بكليه الطب جامعه عين شمس، وعضو جمعيه المصريه للاشعه التداخليه والجمعيه العربيه، وعضو جمعيه الاوروبيه للمسالك البوليه. نورتنا يا دكتور هيثم. وضيف العزيز واحد من نجوم عالم المسالك الاستاذ الدكتور محمد قطب، استاذ مساعد جراحات الكلى والمسالك البوليه بكليه الطب جامعه عين شمس، وزميل جامعه هايدنبرغ الالمانيه. اهلا بك يا دكتور. شكرا. هبدا الاول بالعلاج الموجه، التقدم اللي حصل في العلاج الموجه وخصوصا الليزر. العلاج الموجه من العلاجات اللي حصل فيها تقدم كبير جدا في اخر 10 سنوات. الليزر بالذات دي طاقه احنا طبعا مكتشفينها بقى لنا مده كبيره جدا، اكتر من 50 سنه، لكن ابتدى يبقى لها استخدامات في الطب في اخر 20 او 30 سنه استخدامات كبيره جدا. يمكن في حالة من الحالات الأخرى ورينا زي استخدام الليزر في أورام الكلى، في تضخم الحميد للبروستاتا. في هنا في أورام البروستاتا الخبيثة لما يكون عندنا ورم، والورم ده حجمه صغير وموجود في منطقة واحدة مش منتشر في البروستاتا وكمان مش منتشر بره في الجسم، هنا بتكون فرصة ممتازة جدا في ان احنا نقضي على هذا الورم من غير ما نضر بكل الأشياء اللي احنا قلنا عليها قبل كده، لا الأعصاب أعصاب الانتصاب ولا نسبب سلس بولي ولا غيره. الشطارة بقى في أن احنا نستهدف هذا الورم بدقة بحيث أن نقضي على هذا الورم، ما نسيبش جزء من ورانا وما نضرش اللي حوالينا. طبعا معنى كده هنقول أن احنا لازم في أول خطوة أن احنا نحدد مكان هذا الورم. طبعا احنا قبل كده اتكلمنا عن في التشخيص زي الدمج، وبعد كده نوصل للورم ونشخصه، وبعد كده بقى نبتدي بقى نعمل الخطة في علاج هذا الورم. اول خطوة من خطوات الدقة ديت ان احنا يكون عندنا الدمج. زي انا وريتكم الصورة دي قبل كده على ايدنا الشمال، ده الصورة بتاعت الرنين المغناطيسي وهي مدمجة مع الموجات الفوق، ودي الخطة اللي احنا حطيناها. احنا رسمنا مكان الورم بالظبط، استهدفنا مكان هذا الورم، الدوائر الحمراء دي المنطقه اللي احنا هنقتلها او نقضي عليها، وهي دي المنطقه اللي احنا شفناها بالرنين المغناطيسي وكذلك بالعينات اللي اخذناها قبل كده. دلوقتي حددناها، وبعد ما حددناها دخلنا الفايبرز بتاعت الليزر عشان نحرقها تماما. طبعا الليزر الجميل اللي فيه انه دقيق جدا، ودي الميزه الاساسيه في الليزر عن التقنيات الاخرى اللي بنستخدمها في العلاج الموجه. سمعتوا عن الهايفو، سمعتوا عن التجميد او الكرايو، في اشياء اخرى كثيره جدا. الليزر الجميل فيه انه فيه دقه عاليه جدا، بنقدر نحدد مكان الورم، نقدر نحرق الورم والورم فقط بدقه تكاد تصل الى المليمتر. عشان العلاج ده يبقى ناجح لازم بيبقى فيه توجيه دقيق جدا. التوجيه ده اللي بيعمله أستاذ الأشعة التداخلية. الدكتور هيثم هيتكلم عن الجهاز اللي قدامنا دهوت، هو جهاز الدمج، ازاي بيعمل بيه الأشعة التداخلية. والجهاز اللي على اليمين دهوت ده هو جهاز الليزر اللي بنحرق بيه الورم. بعد ما الدكتور هيثم يقول لي الورم اهو انا جبته لك في الصورة، احرقه بقى بالليزر. فدكتور هيثم دلوقتي هيقول لنا على الحكايه دي. يعني الدكتور حسن بيه كرر كلمه الدقه مثلا حوالي في الجمل حوالي 10 مرات، والدقه هي عنوانكم. يعني دايما الاشعه التداخليه كلمه الدقه دي ناقص تحطوها تحت الدقه والمينيمال انفيزف. خلينا نبدا من خطوه وراء، ان الدقه بتبدا من بدايه التشخيص. زي ما اتفقنا احنا عندنا الجهاز بتاع الدمج دوت. طب الجهاز ده مستوى ايه؟ ان احنا نبدا التشخيص من استغلال التطور الفائق اللي حصل في الفترة الأخيرة في الرنين المغناطيسي، إن هو يشوف الأورام بتاعت البروستاتا بدقة تصل إلى حاجة و80%. زي ما اتفقنا احنا بنقدر نعمل الدمج دوت بعد ما بنشوف مكان الورم وبنحدد حجمه في الرنين بالظبط، وبعدين نبتدي نعمل الدمج. وبعد ما بنعمل الدمج كان حضرتك سألت إيه فكرة الدمج؟ الدمج بكل بساطة إن احنا بنقدر نتحرك جوه الرنين باستخدام الموجات من غير ما يبقى عندي جهاز الرنين نفسه، بمجرد ان يبقى عندي السديهية بتاعت الرنين دوت بناخدها، بنعمل الفوليوم بتاع التيومر او حجم التيومر، حجم الورم اللي موجود بالظبط نقدر نحدده ونبدا نشتغل عليه، وبنقدر بعد كده نعمل ماكيت للبروستاتا
ومكت للورم اللي جوه البروستاتا بحيث ان بعد كده زي بتوع الاسنان ما بيعملوا كده حاجه شبه كده بس فيرشوال كلها مش حاجات فيرشوال بالظبط تعملوا مكت للبروستاتا والمكان الورم بالظبط تعملوا كانه بروفا بالظبط ده بقى اللي بنعمل عليه البلاننج بعد كده يعني بعد ما نتاكد من بعد ما بناخد العينات واحنا مسجلين مكان العينات بالظبط ومكان الورم اللي احنا خدنا منه وحجمه نبتدي نعمل البلان بتاعتنا او الخطه بتاعتنا والله احنا هنعمل كذا وكذا وكذا وهناخد المساحه دي في الحرق بتاعنا او الكاي الحراري او الليزر اللي احنا هنعمله نبدا نعمل ايه بقى نبدا بعد كده ناخد الماكيت دوت ونرجع نعمل عليه دمج من جديد عشان نقدر نرجع للنقطه اللي احنا اتاكدنا وخدنا منها العينه وبعدين نبتدي نحط الفايبرز بتاعتنا بدقه متناهيه في الاماكن الاساطر اللي انتوا بتدخلوا بيها بالظبط بالظبط اللي هي الابر اللي احنا او الاساطر اللي بنخش بيها بدقه حسب الخطه اللي احنا حطيناها وزي ما احنا شايفين كده دلوقتي احنا ده لو تخيلنا ده الورم جوه البروستاتا بعد ما حطيناه على عملنا الدمج ونقلناه على السونار والليزر فايبر يخش او الاسطره بتخش وبنحرق او بنعمل كاي حراري للورم بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت فانت بقى بترسم له تقول له ده هو انت بتفكرني وانت بتشرح لي كده بالشغل بتاع الحرب عارف الحرب الحديثة اللي هو ما يجي أنا عايز أضرب مثلا المكان ده عشان فيه مخزن سلاح فأنا هضربه هو لوحده وجنبه بيت يمين وجنبه بيت شمال مش هأثر عليهم ده أنا بشوفه في الأفلام ده أنا شايف الصورة دي اللي شاف الصورة دي قبل كده على فكرة اللي بيلعبوا ألعاب الحروب هيفهموها كويس جدا انت رسمت انت عملت حاجه زي الحرب الموجهه حرب ذكيه بالظبط احنا بنقدر حميت اللي حواليا حميت اللي حواليك بالظبط احنا بنقدر نستخلص مكان الورم من الرنين ونحطه على السونار اللي انت بتشتغل بيساعد جوه العمليات لان الرنين ما بيشتغلش جوه العمليات بالظبط بالظبط نروح حاطينه على السونار وبعدين نبتدي نوجه عليه الليزر فايبرز او الاساطر الفايبر اللي احنا داخلين بيها علشان خاطر نبقى زي بالظبط حضرتك قلت كده ان احنا نعالج الورم بالحفاظ بعد كده على بقيه البروستاتا والاعضاء المجاوره بدون مساس بيها. الكلام ده سهل دلوقتي؟ بيس اوف كيك هو سهل بالنسبه قابل للتطبيق يعني هو سهل كلمه سهل لا هو تكنولوجي عالي كل ما هتألفه اكتر كل ما هيبقى اسهل اكتر بالزبط. انا كلمه سهل دلوقتي دي معناها قابل للتطبيق دلوقتي ودي الكلمه اللي انا عايز اقولها بس طلعت مني سهل يعني يعني ده بيتعمل على حالات كثيره دلوقتي حقيقي بيعمل حالات كتير جدا والحمد لله بنسبه نجاح معقوله جدا معقوله جدا انت عارف حضرتك دلوقتي يعني هو حديثا ابتدينا نشوف طبعا زي ما بقول لحضرتك هو علاج حديث يعني ما بقالوش اكتر من 10 سنين وبالتقنية الحديثة جدا اللي احنا نشتغل بيها دي تقنية بقى لها حوالي 3-4 سنين فقط اللي هي زودت الدقة الكبيرة جدا بتاعت الليزر احنا حديثا دلوقتي ابتدينا نشوف مقارنات ما بين العلاج الموجه والعلاج التقليدي بقى زي الاستئصال الجذري للبروستاتا والعلاج الإشعاعي في دورية علمية طلعت قريب قارنوا لمدة 6 سنوات لقوا ان نفس النتائج بس بدون المضاعفات بتاعة العلاج اللي هو الجذري سواء الاستئصال البروستاتا ولا او اللي هو العلاج الإشعاعي طبعا دي حاجة رائعة جدا انك تقدر تعمل توصل لهذه النتائج بدون ما تسبب مشاكل المريض بس تاني وتالت ورابع ده ما بيغنناش ابدا عن العلاج التقليدي لان هو ده عشان ننجح لازم يكون عندنا ورم صغير ومش منتشر في البروستاتا ولا منتشر بره البروستاتا وعشان كده الكلمة اللي أكد عليها الدكتور هيثم قبل كده إنه لازم التشخيص المبكر لأن لو ما عملناش تشخيص مبكر مش هنعرف نعمل علاج مبكر وهو ده هدف الحلقات كلها اللي بنعملها في سلسلة مع الفارابي اللي هي التثقيف الناس عشان يجوا بشكل مباشر مبكر يعملوا تشيك أب من غير ما يكونوا عندهم اي مشكله باينه وخصوصا اللي عندهم فاميلي هيستوري عندهم تاريخ عائلي هروح بقى للمتابعه خلاص احنا دكتور هيثم حدد الورم باسلوب الدمج وقال للدكتور حسن بايه الورم اهو دخلنا شلنا الورم او دخلتوا انتوا شلتوا الورم في فريق عمل متكامل المتابعه للمريض بعد الورم والسؤال الثاني المهم هل يعود الورم ده مره اخرى لان الكلمه دي كلمة مهمة جدا ومخيفة جدا خصوصا انك اول ما تتكلم عن حاجة حديثة يقول المريض هيقول ايه انا سمعت انه في الحديث ده بيرجع تاني هو ورم البروستاتا احنا دايما بنقول ان ورم البروستاتا مش مرعب يعني كلمة خبيث دايما تخط كلمة ورم خبيث هو ورم خبيث ورم البروستاتا هو ورم خبيث
لكن كلمة خبيث بتاعت البروستاتا أضعف من باقي الأورام، لكن ده مش معناه إن عشان هو ضعيف ملوش متابعة لصيقة، لأنه لا يزال يحمل كلمة ورم خبيث. وكلمة خبيث دي حتى تعبر عن فعلا التعامل بتاعه. الخبيث بالنسبة لي بعد علاجه ليه ثلاث حاجات مهمة جدا: الارتجاع، إن هو يرجع تاني، ولو رجع التشعب والانتشار بره المكان اللي هو فيه. يبقى هو ممكن يرجع، ممكن يتشعب في مكانه، وممكن ينتشر في مكان تاني. كل ما يتعمل العلاج بدري، كل ما العلاج يبقى في مرحلة مبكرة، ده بيقلل فرصة رجوعه، ولو رجع بيبقى ليه فرص تانية في العلاج، لأن أنا بادي بعلاج ما غيرش الناحية التشريحية بتاعت حاجة. يعني لا تغير، يعني مثلا احنا عندنا مثلا ان بنقول ان لو حد خد علاج إشعاعي، من العيوب احنا بنقول دايما عيوب العلاج الإشعاعي ومميزات العلاج الإشعاعي، وعيوب العلاج الجراحي ومميزات العلاج الجراحي. مثلا على سبيل المثال، من عيوب العلاج الإشعاعي ان العملية لو اتعملت بعد العلاج الإشعاعي بيبقى الوضع مختلف تماما، ونتائج العملية بتبقى أصعب، ووضعها بيبقى مختلف، وصعوبتها ونتائجها ما بتبقاش زي لو العكس، لو مثلا العلاج جراحي وبعديه علاج إشعاعي إن احتاجه. ميزة الفوكال مثلا ان احنا ما غيرناش من وضع حاجة، هي نفس البروستاتا بشكلها الخارجي تقريبا متقارب، ففي حالة ارتجاع الورم وده وارد لكن نسبته مش كبيرة، لكن وارد. في حالة ارتجاع الورم لا تزال الحلول التقليدية الأخرى موجودة في جعبتنا، موجودة. لو رجع الورم هيلاقي ان في طرق تانية ما استخدمناهاش ممكن استخدامها. عشان كده المتابعة مهمة جدا. احنا بنقول ان ورم البروستاتا مش خطير، مش زي باقي الأورام، لدرجة ان ممكن عيان تديله عملية تقول له مثلا تعالى عمليتك بعد شهر ونص، تعالى عمليتك بعد شهر، لان هو بطيء الانتشار شوية وبطيء النمو شوية. بعد ما يتعالج لا تزال المتابعة مهمة جدا، ان انا برضو زي ما قلت ان انا عشان اشخص بدري هفيد المريض في الاخر، دي مصلحة المريض، عشان اكتشف ارتجاع بدري برضو ده في مصلحة المريض، لان لا يزال في ايدي تولز، لا يزال في ايدي ادوات تانية، طرق علاج تانية ممكن استخدمها احل بيها المشكلة بتاعة الارتجاع. ودي برضو من المميزات في اورام البروستاتا، ان في حتى بعد الارتجاع طرق. طبعا زي ما احنا شخصنا بالبي اس اي اللي هو دلالات اورام البروستاتا، البي اس اي ده بينزل جدا بعد من شهر لثلاث شهور من اجراء التدخل. في الفوكل هو ما بيرجعش للصفر اللي بيرجعه، لا هو بيرجع طبيعي، اللي هو يرجع للرقم العلاج الموجه، هو بيرجع لقرب الرقم الطبيعي اللي هو المفروض يكونه لو ما عندوش ورم. فانا بتابع بالبي اس اي بعد شهر او من شهر الى ثلاث شهور من اول الاجراء، وبعدين كل من ثلاث شهور، وبعد لما بنلاقي ثبات في الرقم بنكبر مسافات المتابعه. الحاجه الثانيه، نظرا لان الرنين هو حساس جدا في تشخيص الورم بتاع البروستاتا، فجزء من المتابعه بيبقى بعد من 6 ل 12 شهر بنتابع بالرنين تاني عشان نتاكد عدم ارتجاع الورم. يبقى معايا دلالات البروستاتا والرنين اللي هم الحاجتين اللي انا اعتمدت عليهم اصلا في ان انا اشخص ورم البروستاتا. فالمتابعة لازالت مهمة جدا حتى بعد كمال العلاج، والكلام ده مش في العلاج الموجه بس، الكلام ده في أي طريقة علاج لأورام البروستاتا. كلمات ختامية. طب خليني بعد إذن حضرتك بس أقول حاجة، أنا آسف يا دكتور حسن معلش. اتفضل. إن هو الفكرة إن هو الورم خبيث السلوك، فهو نسبة الارتجاع بتاعته متواجدة مع كل طرق العلاج. عشان كده المتابعة زي ما الدكتور محمد وضح لازم تبقى دورية، وبأي أيا كان طريقة العلاج، سواء علاج موجه أو إشعاعي أو علاج جراحي. ميزة العلاج الموجه إن هو بيفضل متاح لنا الفرصة إن إحنا نعمل العلاجات التانية أو حتى نعيد العلاج الموجه. ومن ضمن نقطة مهمة قوي إن إحنا العلاج الموجه ممكن يعاد مرة تانية، يعني واحد رجع له ورم بس لسه ورم صغير، لا ممكن نعمل علاج موجه مرة تانية. شغالين عليه في كل حتة. ودي مش متاحة، ودي مش متاحة في بقية أنواع العلاج. فكرة إعادة العلاج التاني يعني سواء جراحي أو إشعاعي بتبقى مش متاحة. الحاجة التانية ان من طرق برضو المتابعة ان احنا لو البي اس اي عالي تاني لا قدر الله، واحنا ما عملنا الرنين وما لقيناش حاجة، نقدر بقى نرجع لفكرة الدمج اللي احنا عاملينه قبل كده والخطة اللي كنا عاملينها للعيان دوت، ونرجع ناخد عينات من مكان اللي احنا عملناه عن طريق الدمج، ونشوف هل الارتجاع ده في المكان دوت ولا في مكان مختلف جديد. كلمات الختامية. هو التقدم اللي حصل في السنين الأخيرة ده هو كان الصراحة رائع جدا، ما هوش بس فقط للمريض، لكمان لينا احنا كأطباء، لأن احنا كنا كتير جدا ما ندخل في شوارع مقفولة، نلاقي في الآخر خالص احنا عارفين المريض ده عنده ورم
مش عارفين نشخصه او مش عارفين نعالجه او عارفين ان احنا ساعات لما بنعالج المريض بنعالجه بادوات اقوى كتير جدا من الورم او نسيب ورم وهو قد ينشط ويعمل مشاكل كتيره. فالتقدم اللي حصل دوت صراحه اتاح لنا احنا طرق سهله جدا في التشخيص وطرق اسهل في العلاج، كمان اتاح لنا كمان ان احنا نقدر نخلي المريض يعيش حياه طبيعيه بقدر الامكان بقيه حياته. باستخدام التقدم اللي حاصل في الرنين وفي الموجات الصوتيه والدمج بنقدر نعمل يعني شبه خريطه للبروستاتا، ونقدر من خلال الخريطه دي ان احنا نعالج ونتابع ان شاء الله مدى حياه العيان لو محتاج لاي تدخل بعد كده. انا بس عايز اقول على حكايه الخريطه اللي قالها الدكتور هيثم دي، على فكره احنا الدمج ده هو لما بنعمله في الاول بيبقى فعلا عندنا خريطه للمريض، يعني كل ما بيرجع لنا بنطلع خريطته، ده المريض ده خريطه البروستاتا بتاعته كذا، وبنرجع لها سواء بقى في تشخيص تاني او في علاج مره اخرى، ودي حاجه مهمه قوي جدا. وده بيخلي برضو ان كل ما التكنولوجي بيعلى كل ما ده بيفيد المريض في زي ما قال الدكتور حسن كده في انه يفضل زي ما هو، رغم ان وجود ورم خبيث كلمه تخض وكل حاجه، لكن بطرق علاج كل ما تتقدم كل ما بيبقى هدف التقدم ايه، ان انا احافظ على المريض في الصوره اللي هو كان فيها قبل ما يجيله المرض، ويفضل مكمل في صوره مشابهه جدا للي كان فيها قبل ما يجي المرض. خريطه المريض على البروستاتا لها خريطه، والطب كله في كل جزء من جسم الانسان له خريطه. اذا ظهر ورم في مكان انا بعرف اتعامل معاه، العلاج الموجه بيديني فرصه الحلول المتعدده، سواء اعادته هو شخصيا او بيسمح برحابه شديده لاساليب اخرى علاجيه اذا المريض احتاجها انها تدخل وتتعامل بشكل جيد جدا. وهذه ميزه هامه جدا فهمناها عن كلمه مهمه اسمها العلاج الموجه، اللي واضح جدا ان التكنولوجيا تخدمه خدمه كبيره للغايه. ضيوف الاعزاء كالعاده برحب دائما بوجودكم معايا، الاستاذ الدكتور حسن شاكر، شرف كبير لينا وجودك معانا النهارده. الشرف ليا دكتور ايه. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور هيثم ناصر، منور كالعاده الدكتور، وشكرا جزيلا على وجودك. شكرا لحضرتك، ده حق. الاستاذ الدكتور محمد قطب كالعاده مبدع، منور الدكتور محمد بيه. منور بيك، خليكم دايما مع الدكتور.